المشاركة، والمشاركة تجلب الود. عقد صباح اليوم بفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا مؤتمرا نوقش فيه العنف ضد المرأة، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. بنتكلم النهاردة عن العنف ضد المرأة، ده يوم عالمي، ولو ان احنا احتفالنا بيختلف عن اي دولة تانية، لان احنا للأسف المرأة المصرية يعني فترة الأخيرة اثبتت عدد كتير جدا 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 اهدار لحقوقها، ومنسوب ليها كل الغلط الموجود في المجتمع. فيعني انا شايفه ان اليوم العالمي للمرأة عايز احتفاليه اكبر من كده واهتمام عن كده شويه. العنف اللي كلنا يمكن كصوره ظهر اكتر، العنف اللي بيمارس ضد المرأة في اطار الاسره او داخل الاسره، والتكتم الغير مقصود الحقيقه من المرأة على صور العنف اللي بيمارس ضدها، وده يمكن عرف سائد عندنا كعادات وتقاليد موجوده عندنا كمصريين، في انه والصعيد بشكل عام يمكن احنا هنا بنعاني الحقيقه، بنحاول كمجلس قومي للمرأة نحن نصل إلى معاناة كل سيدة خاصة بشكل العنف اللي بيمارس عليها، ولكن للأسف الشديد بيبقى في حالة من التكتم الغير مقصود، هو بطبيعة الحال أخلاقنا عودتنا على أننا ما نزعش أسرار البيت برا، وهي بتعد هذه الأمور من أسرار البيت عند بعض السيدات. التركيز على شرائح المرأة التي ظهرت في الآونة الأخيرة على ساحة التظاهرات، والتي استغلتها الجماعة المحظورة كدروع أحيانا للتصدي للأمن أو أخذها كستار لحمل السلاح داخل المسيرات من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، فأخذ المجلس القومي للمرأة على عاتقه محاولة الوصول لهم وعمل فعاليات ملموسة من أجل توعية تلك الشريحة المغرر بها. هذه الشريحة اختلط لديها الدين بغيره، ولذلك احنا برضو شعوب متدينة نهتم جدا بالدين، وإذا دخل الدين في موضوع كلنا هنمشي وراء هذا الموضوع. اللي حصل بقى ان لم تفهم الامور بشكل جيد بالنسبه للناحيه الدينيه، وغرر بالمراه كما قلت، واستخدمت استخدام سيء. احنا مش هنقول عدد كبير بطل ينزل مظاهرات، لكن هنقول عدد كبير منهم بدا يتواصل معانا ويسالنا، كل يوم بيتصلوا بينا ويكلمونا لو في خدمات ثقافيه ازاي نقدر نحصل عليها. هم عايزين يعرفوا ايه دورهم في المجتمع وايه دور المجتمع تجاههم، وده دورنا احنا كمسؤولين للمجلس القومي للمرأة، او كدوري في التنمية البشرية عموما، ان انا اعرفهم ان ليهم حقوق وليهم واجبات وعليهم واجبات يقدروا من خلالنا يعرفوها ويتعرفوا عليها، من ناحية هي هتبقى تسبب لهم هم السعادة والراحة، ومن ناحية تانية هتخلينا احنا نتنزل عن جزء كبير من المشاكل اللي بيواجهها المجتمع دلوقتي. فمش هنقدر نحل المشاكل دي من خلال كلام، لكن اللي يبقى لازم فيه تواصل فعلي. المرأة المصرية التي كانت لها الدور البارز في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو أصبحت هي على قائمة اهتمامات الدولة، وخاصة وأن مصر مقبلة على انتخابات البرلمان، فهل سيكون للمرأة نصيب أكبر من ذي قبل في فرص تمثيل البرلمان المصري القادم، أم ستظل المرأة تدور في فلك التهميش والإذلال والقمع؟ حسين الفولي، لصوت الناس، قناة المحور.